اهلا وسهلا فيكم من جديد. بدي اصبح على كل الناس اللي عم بيشاركونا عبر لايف الفيسبوك، ان شاء الله بيكون معنا وقت نقرا تعليقاتكم، بس احنا اكيد تحت الهواء عم نشوف كل المسجات الحلوه اللي عم توصلنا منكم. يعني كانت بالاغنيه الله يمسيكم بالخير ضيوف مع محليه، وانا بحكي لكم الله يصبحكم بالخير ضيوف ومحليه. دائما احنا كل ضيوفنا بيوم جديد دائما لديهم العديد من الافكار والعديد من الانجازات اللي دائما بنحب نفتخر فيها. اليوم رح يكون معنا منذر أندراوس، مؤسس مبادرة الشبكة الاجتماعية الشبابية. رح نتعرف على هذه المبادرة، على إيش عم قامت ولوين وصلت، هل كان بس بمحافظة معينة أو مدينة معينة ولا انتشرت أكثر، وكيف بيتم التواصل معهم حتى يقدروا الشباب والصبايا أنهم ينضموا لهذه المبادرة. صباح الخير منذر. يسعد صباحكم جميعا. صباح النور. يعطيكم ألف عافية. هلا بيك. شكرا للاستضافة الجميلة. واجبنا. وبصراحة يعني إحنا بنحيي قناة التلفزيون الأردني على دعمه للبرامج هاي، وعلى تقديره لأعمال الشباب اللي بيعملوها قاعدين بالمحافظات اللي بصراحة أغلبها مش مبينة على مستوى المملكة. بداية الكلام بدنا بس نهن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده بمناسبة عيد الاستقلال، يعدوا علينا ان شاء الله يعني بالخير والسلام يا رب على المملكه. أمين. على المملكه كامله ان شاء الله. بدايه انا منذر أندراوس، سفير الشباب بالاردن، موكل من المنظمه الدوليه لحقوق الانسان. نعم برافو. من خلال شغلنا بالمنظمه وتطوعنا وكذا طلعت بصراحه فكره المبادره اللي هي الشبكه الاجتماعيه الشبابيه. نعم. الشبكه هاي كانت بدايه بصراحه باكثر من محافظه، لكن باخر 5-6 أشهر خليناها بس بمحافظة الزرقاء مشان نعزز جهودنا، كونه نعم. كانت إمكانية قليلة بالبداية، لكن هسه الحمد لله يعني قاعدين نتطور شوي شوي. نعم. عددنا إحنا بمحافظة الزرقاء 80 شاب. بصراحة يعني من أهم الأعمال اللي شغالين عليها من بداية السنة لحد الآن اللي هي بنركز على الأعمال الخيرية. نعم. إحنا عندنا الشبكة بصراحة هي بتنقسم لأقسام معينة مشان إحنا نقدر إنه نشتغل ونعزز أكثر من جانب من موجود معنا. الجانب الأول عندنا هو الأعمال الخيرية، بيشمل هو أكثر من شغلة بنحكي عنهم. الجانب الثاني عندنا الحملات التجميلية للمحافظة، وعندنا القسم الثالث اللي هو تعزيز دور الشباب بالمجتمع، والقسم الرابع اللي هو دعم المواهب الموجودة معنا بهذه الشبكة. نعم. وفي كمان قسم بصراحة نعتبره إحنا هو منا كشباب عاملينه، بنساعد على التوظيف من خلال مبادرة معينة أطلقناها، وهي المبادرة بتوظف عدد شباب قاعدة. عمر المبادرة منذر متى بلشت؟ تأسست بال 2021، يعني بنقدر نحكي سنة ونص تقريبا. نعم لنا سنة ونص، لكن توقفنا احنا فترة اللي هي بداية السنة يعني 2021 من شهر 3 يمكن لشهر 5. نعم. لحتى نعيد الهيكلة من أول وجديد، نعيد برامج من أول وجديد ونكمل فيها. طب سؤال سريع، عفوا. نعم. كاتب سؤال سريع، كنت عم تحكي شباب ذكورا وإناثا، ذكورا وإناث، إقبال من الإناث. نعم. كمان نعم إحنا ممتاز. عددنا محافظة زغاي قلت لكم 80. نعم. منهم 36 إناث. خلص. يعني طبعا. إحنا نفضل إنه يكون برضو لا أكيد إحنا نحكي فئات شباب كاملة. صحيح. ما بنحب بصراحة نحكي شباب لا خلص، لا احنا هاي مبادرة عامة، خدمة مجتمع عامة، ما بنقدر نجمع نحكي بس بدنا بس شباب، يعني لا بالعكس بدها تكون. صحيح. بدها تكون للجميع. نعم. منذر يعني دائما احنا حكيت قبل شوي انه احنا قلنا جائحة كورونا اجت سيئة، ولكن احنا بنشوف تبعاتها الإيجابية لليوم خلال مبادرتكم من خلال فترة هذه الجائحة. تحدثنا كيف كان التعامل مع الأشخاص الموجودين معك المتطوعين، وكيف وصلتوا رسالتكم للعديد من الأنشطة؟ يعني إحنا ما بنحكي نشاط واحد، تحدثت لي إنه في هناك تشبيك مع القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل، إحنا بنتحدث عن أيضا جلسات حوارية، هذا كمان بيثري الشباب الأردني. تحكي لنا عن أيضا أنشطتكم. نعم. اللي قمتوا فيها خلال الفترة الماضية. نعم هسه زي ما حكيت لكم إحنا عندنا النقطة الأساسية الرئيسية للشبكة اللي هي كانت الأعمال الخيرية. تمام. الحمد لله إحنا قدرنا بالفترة القصيرة هاي إنه نحاول ندعم أكثر من 100 عائلة مستورة. تمام. من خلال الطرود أو من خلال المساعدات عينية مادية، يعني من كل الجهات. عملتوا رسم الجداريات كمان. نعم رسم الجداريات بصراحة شغالين عليه، راح يكون خلال الفترة القادمة. أوكي. بمحافظة الزرقاء رسم راح يكون جدا ضخم. حلو. ومكان يعني محبب بمحافظة الزرقاء.
بالنسبة لتعزيز دور الشباب والجلسات الحوارية، احنا بنركز على شغلة بهاي النقطة، لأنه نشرك الشباب اللي معانا بالدورات والجلسات اللي بتكون من قبل الجهات، من وزارة الشباب، من كذا، نخليهم يعني نعزز دورهم أكثر. يعني من يعطي الشباب دورات، احنا بنزيد مهاراتهم، بنزيد الأفكار اللي عندهم، بنزيد قدراتهم اللي بدهم يطلعوها يعطوها للمجتمع. فاحنا بنشتغل بصراحه على كل جانب بجانبه، على انه نقدر ننميه درجه للشباب معنا. نعم، لفت انتباهي منذر بخطه العمل تبعتكم انه في مخيم تدريبي وترفيهي لاعضاء فريق هذه المبادره. صحيح. طبعا اذا هاي بدل على شيء، بدل انه مضمون هذه المبادره، مضمون الاخذ، يعني انت بتاخذ وبتعطي بنفس الوقت. صحيح. احكي لنا اكثر. هسه احنا يعني معروف مبادره تطوعيه زي هيك، كل اعمالنا بدها تكون كل شهر احنا لا يقل عن 6 فعاليات 5 فعاليات بنعمل. أنا بحكيها دائما للشباب، يعني المفروض أني أعطيهم شغلة ترفيهية حتى لو كل فترة، يعني على أنه هم خلص يعني يفرغوا الطاقات السلبية اللي عندهم، ونرجع خلال المخيمات بنشحنهم. نعم. طاقات إيجابية مشان نكمل البرامج الموجودة عندنا. طبعا. والله منذر أنا يعني بعثوا لنا مبارح يعني هيك عنكم. نعم. طبعا احنا بنبحث أنا مني وعلي، ولكن كمان عندنا الإعداد يعني قسم يعني كبير، وعم ببعث لنا العديد من الـ الأمور بالنسبة لضيوفنا. بس أنت حط يعني بالأمور اللي بعتها أنه كل شهر حط إيش عاملين، هاي أن تكون أنت منظم وانت عارف شو النقاط اللي بدك تعملك، ما هذا بريحك انه انت تختار للشهر الجاي ايش بدنا نعمل. كيف بتخططوا لهذه الامور؟ هل هي تخطيط مسبق، ولا والله صار في مناسبه بدي اعمل، ولا شفت شيء والله بالمجتمع بحاول اساعد هذه الفئه من المجتمع؟ نعم، هسه احنا بدايه السنه الماضيه حطينا خطه اللي هي قلنا هي بدنا اقل ما فيها نحاول نمشي عليها. أوكي. لكن زي ما حكيت للأسف أنه توقفنا الفترة لعدة الهيكلة، ورجعنا عملنا خطة كاملة. بس إحنا إذا بدنا نعتمد على كل شهر شو بيجي عندنا بدنا نسوي فيه، ما راح نقدر نشتغل. لازم نحط إحنا عندنا هدف، لازم نحط عندنا خطة واضحة بالنسبة للشباب، يكونوا عارفين إحنا شو راح يكون عندنا شغل. نحط خطة كاملة ونقدمها برضو لوزارة الشباب في حال كان إمكانية عندهم بدعم أحد المشاريع اللي إحنا ذاكرينها بهاي الخطة. بنحط خطة سنوية ونمشي عليها، والحمد لله لحد الآن يعني كل إشي كاتبينه تم تنفيذه خلال الشهر، وزيادة في شغلات تنفذت كمان. طيب سؤال برضو على موضوع الخطة، بناء على إيش بنحط هذه الخطة؟ هل بتنزلوا على الميدان بتدرسوا حالة المحافظة، احتياجات الناس؟ وأكيد الإنسان دائما لازم يكون في عنده خطة أساسية وخطة بديلة، لأنه ما بعرف الظروف الاستثنائية اللي رح يمرق فيها. بناء على إيش الخطة الثابتة والأولى بتحطوها منذر؟ تمام، هسا الخطة بصراحة انحطت يعني بدي أحكي لكم بداية الهيكلة. الخطة اللي حطيناها كانت حسب شو عندنا مناسبات إحنا خلال السنة. نعم. منحط إحنا أول شيء مشان نثبت يعني مواعيد إلنا، مشان نكون عارفين شو علينا شغل خلال الأشهر هاي. ما بعد ذلك إحنا بنبلش كبداية سنة، لما نيجي نحط الخطة تبعتنا بداية سنة بدنا نشتغل على إنه كيف نعزز الشباب اللي معنا، نزيد مهاراتهم وخبراتهم، مشان مثلا منتصف السنة أو نهاية السنة لما نيجي نحط نشاط أو برنامج يكون عندنا ثقيل نوعا ما، تكون الشباب اللي عندنا قادر. فإحنا بنبدأ تدريجيا بإنه نأهل الشباب، نعزز دورهم الموجودين معنا، لمشان بالأشهر القادمة والبرامج القادمة يكونوا على قد المسؤولية اللي بدنا نعملها إحنا. نعم. حابب يكون لكم دور مع المدارس، يعني احنا بنشوف اذا كان في هناك تفعيل لدور طلاب المدارس بالاعمال التطوعيه، يشوفوا والله الشباب مثل اعلى لهم انه بلشوا يعملوا هاي المبادرات، قديش كمان لهم بيفتح افاق امامهم انه هم كمان يعملوا مبادرات. شوف بصراحه احنا الموجودين معنا حاليا من عمر 15-16 سنه. صحيح. فاحنا فئه الاعمار حاولنا نجمل فئه الشباب الاقسام تبعتها كامله، اللي هي فئه الطلاب وفئه الموظفين وفئه العاطلين عن العمل. الثلاث فئات هذول دمجناهم احنا مع بعض بطريقه يعني مش مباشره، لكن دمجناهم مع بعض. فئه الطلاب بصراحه هي بتشكل اكبر. ما بتروحوا على المدارس انتم من خلال تجمعات؟ احنا عملنا بشهر 3 على الاغلب. أوكي. جلسات حواريه بالمدارس. تمام. ومن خلالها بجوز جمعنا بحدود 20-25 طالب. ف 25 طالب بالنسبه للمدارس اللي زرناها بصراحه عدد يعني كويس، وانه فيها حتى طلاب قاعدين بيساهموا بأنهم يشركوا يعني يكون موجودين معنا بالأعمال التطوعية اللي بنعملها. نعم، حلو هاي الجلسات، وخصوصا للأعمار اللي تحت ال 15، لأنه في مسؤولية نوعا ما إذا دخل طلاب بعمر أصغر. نعم. صفي المسؤولية كتير أعلى غلبة علينا. يعني علينا ما رح نقدر نعطي بصراحة حقهم.
كفايه، لانه راح تركيزنا كله على شغل اكبر من انه نيجي نعطي لواحد عمره 13 سنه 14 صحيح. سنه. هلا حصريا المبادره موجوده بمحافظه الزرقاء، وبعدين نعم. ان شاء الله مع الوقت راح تمتد نعم. ولدك بدك شهر 7 راح نبدا كمان بعمان نعم. اول مشروع راح يكون بعمان ان شاء الله. كيف الشباب والصبايا اللي حابين يتواصلوا معكم لينضموا لمبادرتكم؟ مثلا ايش صفحتكم على الفيسبوك؟ نعم. في شروط صحة. معينه للانضمام ام لا؟ هسه شروط معينه بصراحه ما في، غير انه العمر، لانه شو ما كان اللي اجانا احنا هيك هيك راح نعمل البرامج تبعتنا على انها تعزز اللي يعني نعتبر الشخص يعني ولا مره خاض تجربه التطوع والاعمال التطوعيه والمبادرات. لما يدخل لعنا احنا زي ما حكيت لكم احنا ببدايه السنه بنكون عاملين برنامج للاشخاص هذول على انهم نعزز المهارات اللي عندهم، نعزز القدرات اللي عندهم، بحيث انه يكون عندهم خبره يعني حتى لو فارغين. هسه احنا عندنا صفحاتنا مواقع التواصل نعم. فيسبوك وانستغرام. ايش اسم صفحتك؟ الشبكه الاجتماعيه الشبابيه، بكتبوا بيطلع لهم مباشره وبقدروا من خلالها يتواصلوا اللي بحب ينضم. سؤال سريعا، كمبادره غير ربحيه نعم. وهي مبادره شبابيه، اهم نعم. المعيقات والصعوبات اللي واجهتوها من خلال هذه المبادره؟ نعم بصراحه هسه بنحكي لك احنا عاملين خطه سنويه، لما نيجي نطلع على المشاريع الموجوده عندنا احنا بنلاقي انه ما في عندنا دعم. احنا مسجلين بوزارة الشباب لكن ما في دعم للمشاريع الموجودة عندنا. معروف احنا اي مبادرة او اي مشروع بده دعم مادي مشان نقدر انه نكمل فيه ونبني فيه. احنا لحد الان كل الاعمال اللي بنعملها قاعدين كلها من الشباب الموجودين نعم. معانا، يعني ما في جهة بتدعم انه مثلا احنا بندعم لكم مشروع كذا بنعمله بشهر، يعني ما في، ما في احنا كل نعم ما في جهات دعم، احنا كل نعم. كل اللي بنعمله من الشباب الموجودين معنا كلياتهم. نعم يعني شكرا جزيلا منذر، وتحياتي لك، كل التوفيق لك ولجميع المتطوعين بهذه المبادرة. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم على الاستضافة الحلوة.